بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أيها الإخوة الكرام إن المدود في كتاب الله عز وجل 9، وعرفنا هذه المدود من الطبيعي إلى البدل إلى العوض إلى الصلة بنوعيها إلى المتصل إلى المنفصل إلى اللازم إلى العارض للسكون إلى اللين. أحيانا، ركز معي شوي، أحيانا بيكون عندي حرف مد واحد ينطبق عليه أكثر من تعريف. شو بيكون عندي؟ حرف مد واحد، لكن الحرف المد ينطبق عليه أكثر من تعريف من التعريف 9 التي مرت معنا، فكيف أتعامل معه؟ منجيب مثال. تعملون، هذا المد شو؟ عارض السكون، أليس كذلك؟ لكن لما منقول يراءون أون مثل تعملون، لكن صادف أن كان قبل الواو همزة، فأو هذا بدل. فهذه الواو في كلمة يراءون انطبق عليها تعريف العارض للسكون، وانطبق عليها تعريف البدل. البدل بيقول لي حركتين، والعارض للسكون شو بيقول لي؟ 2 و4 و6. طيب، ولا أمين البيت الحرام، أمين هذه، هالألف هذه قبلها في همزة يعني بدل، وبعدها في حرف مشدد يعني لازم كلمة مثقل، فكيف أتعامل معها؟ من السماء، ووقفت عليها هذه الألف، السماء هالألف هذه، إن نظرنا إنه بعدها في همزة والله هذا متصل، وإن نظرنا إلى أن ما بعدها ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف والله هذا عارض للسكون، فكيف أتعامل معها؟ وضح شو البحث اللي بدنا نبحثه الآن؟ اجتماع أكثر من سبب على حرف مد واحد. شو اسمها القاعدة؟ طيب، لعند هون في حدا صايب عليه شيء؟ طيب، قلنا يا أخواني بالأمس مساء إن اللازم مجمع على تطويله عن الطبيعي، ومجمع على مقدار هذا المد اللي هو 6 حركات، لذلك شو سموه؟ لازم، يعني لازم تمدوه، تمام؟ لأنه مجمع على تطويله ومجمع على مقدار التطويل. بينما المتصل اسمه ايه؟ واجب. طب ليش واجب؟ لأنه واجب الطوله عن الطبيعي، لكن الأئمة لما نقلوا لنا طوله منهم من مده 3 أو 4 أو 5 أو 6، إذن مجمع على تطويله لكن مختلف في مقدار ذلك التطويل. وضح؟ طيب، قلنا منذ قليل إن المد العارض للسكون إنما مد تشبيها له بمين؟ باللازم. طيب والمنفصل مد تشبيها له بمين؟ بالمتصل. طيب والبدل؟ البدل مثل الطبيعي، يعني مسكين حركتين والله يعينه. انتبهنا كيف؟ من هالباب ساداتنا العلماء القراء رتبوا المدود فقالوا أقوى مد هو المد اللازم. ليه؟ قال للإجماع على مده وعلى مقداره. تحته بقليل المتصل. ليه؟ للإجماع على مده والاختلاف في مقداره. طيب، مو العارض مد تشبيها له باللازم؟ إذن جابوا بعد المتصل، قالوا يليه العارض لأنه مد حملا على اللازم
إما بالحمل الكامل أو بالحمل الجزئي. يليه قالوا المنفصل، لأنه المنفصل مد حملا له على المتصل إما بالحمل الكامل أو كذا، فاعتبروا المنفصل بعد العارض. وخلوا البدل هذا مسكين شو أبو حركتين، خلوه آخر واحد. واضح؟ طيب هذا الكلام كله مدخل للبحث اللي حكيناه من شوي. إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد كيف أتعامل؟ بدك تتعامل معه على هالمقاييس هي اللي ذكروها الأئمة. أقوى شيء مين؟ يليه متصل، يليه العارض، يليه المنفصل. واضح؟ والبدل آخر واحد. تمام؟ طيب تعالوا لنشوف مثلا. وأنزل من بلاس وأنزل من السماء ماء، بدنا مثلا من السماء، بدنا نوقف على من السماء. من السماء كم عمود؟ هون في احتمالات، بدك تركز، بدك تركز. هذا كله حيمر معنا باللوحات هلا، بس هلا بدي اياكم تشغلوا شوي ذهنكم. شوف يا سيدي، ارجوك تركز معي شوي. انا لما بقول من السماء ممكن يكون مذهبي في المتصل أربعة او خمسة، وعلى غير حفظ ستة. تمام؟ طيب. والعرض السكون ممكن يكون مذهبي حركتين او أربعة او ستة. كم وجه بالعرض السكون؟ ثلاثة. وبالمتصل كم وجه؟ حتى ندخل الستة معلشي، ثلاثة. ثلاثة ضرب ثلاثة تسع صور، بتركب منهم تسع صور. صعبة شوي المسألة ها؟ طيب إذا أنا أخذ المتصل أربع حركات، أنا عم بقرأ كل ما أجاني متصل بمده قدي أربع حركات. كم مذهبي في العرض السكون؟ عندي ثلاث احتمالات، يا بيكون مذهبي قصر يا توسط يا طول. هأخذ القصر، صار عندي الآن صورة واحدة حتى ما تصعب عليكم. أنا مذهبي في المتصل أربع حركات وبالعرض السكون حركتين. لما بوصل للسماء وبدي وقف عليها كم أمدها؟ أربعة. طب والعدد السكون أهمل. ليش أهمل؟ لأنه حركتين، اللي مدوا العدد السكون حركتين لم يعتدوا بمجيء السكون، كأنه ما جاء شيء. فلذلك هون المتصل إيه؟ أقوال مدودي لازم فمتصل فعارض. تبهنا شلون؟ طيب طب لو سئلت ما هذا المد شو بقول؟ وقفت أنا من السماء أربع حركات، واحد سألني شو هالمد؟ شو بقول له؟ متصل. طيب الصورة الثانية، أنا مذهبي بالمتصل أربعة لكن كمان بالعارض أربعة. لما بيجيني عارض السكون بمده أربعة، بيجيني لازم بمده أربعة، ووقفت على من السماء. من السماء كم كيف كم حركة بدي مد؟ أربعة. طيب لو سألني واحد شو هالمد؟ بدي يقول له مد له سببان. مد له سببان، ما هما السببان؟ المتصل والعدد السكون. بمعنى لو هذا المد جاء لوحده متصل بدي مده أربعة، ولو جاء لوحده عدد السكون كمان بدي مده أربعة. فسبحان الله صادف أن اجتمع عند الوقف فأمده كم؟ أربعة. وإن سئلت فأقول إيه؟ عدد مد له سببان. طيب أنا مذهبي بالمتصل أربعة وبالعدد السكون ستة، وصلت لعند من السماء بدي وقف عليها، كم حركة أمده؟ ستة. قد تقول لي شلون ستة يا أخي، المتصل أقوى من العارض. أقول لك صح أقوى من العارض بس مو على إطلاقه. يلي مد العارض ستة مده حملا له على مين؟ على اللازم، بالحمل الكامل، فصار أقوى منه. تبهنا كيف؟ فبتمد تعملون. إذا كان مذهبك بالعارض السكون ستة وبدك توقف على من السماء بتمد ستة، وإن سئلت بتقول عارض السكون، ما بتقول متصل. شو اللي سوغوا؟ سوغوا أنه أنت أخذ ست حركات، معناتها حملت العارض على اللازم، واللازم أقوى من المتصل. وضحت؟ أنا الآن مذهب هي خلصنا من ثلاث صور، هناخد ثلاثة اللي بعده. أنا مذهبي في المتصل خمس حركات وبالعدد السكون عندي ثلاث احتمالات، يا حركتين يا أربعة يا ستة، حناخدهم واحدة واحدة. مذهبي في المتصل خمسة
ووقفت على من السماء، كم حركة أخيف؟ خمسة. فإن سئلت شو بقول؟ متصل. أهملنا العدد للسكون ليه؟ لأنه اللي مد العدد للسكون حركتين، السكون كعدمه. تبهنا شلون؟ لم يعتد بالسكون. طيب لو كنت عم مد العرض أربعة، يعني بالحمل الجزئي على اللازم، وصلت على من السماء، شو كم حركة بمده؟ كمان خمسة. وإن سئلت فأقول متصل. وشو عملنا بالعارض؟ أهملناه لأنه بالحمل الجزئي، والمتصل أقوى منه. لو كنت عم مد العرض السكون ستة والمتصل خمسة، وقفت على من السماء، كم حركة أمده؟ ستا. فإن سئلت ما هذا؟ أقول عارض السكون. يقال لي لما؟ أقول حملا على اللازم. الصورة الثالثة، أن يكون مذهبي في المتصل ست حركات. كم احتمال يكون مذهبي بالعرض السكون؟ ثلاث احتمالات، قصر أو توسط أو طول. نأخذ الحالة الأولى والثانية عشان نوفر الوقت. أنا عم بأخذ المتصل ستة والعدد السكون حركتين أو أربعة، بدي وقف على من السماء، كم حركة بوقف؟ ستة. فإن سئلت قل متصل. طب والعارض؟ بنقول له أهمل. ليش أهمل؟ لأنه أضعف، إما بعدم الاعتداد في القصر أو بالاعتداد الجزئي بالأربعة. طيب أنا مذهبي بالمتصل ستة وبالعارض ستة، كم حركة أخف على من السماء؟ ستة. فإن سئلت شو بقول؟ مد له سببان. شايفين كل هالكلام الطويل اللي حكيت أنا عشره، لسه ما حكينا إلا على المتصل والعارضة، هلا كله حيمر معنا باللوحات. هذا الكلام